المكروه مو حرام لكن فيه حزازة، يعني مو زين، مو حلو، مو مناسب. الأنبياء شأنهم أعلى من أن يرتكبوا المكروهات. أنت شوف، إحنا واحد من عندنا عندما يكون في مجلس محترم لا يرتكب عملا غير لائق، ولو كان هذا العمل غير اللائق مو حرام، ملتفت أنه مو لائق. والأنبياء في محضر الله سبحانه وتعالى لا يرتكبون المكروه لأنه لا يليق بهم.